يعتبر هاتف آيفون من أكثر الهواتف الذكية مبيعاً وطلباً في السوق، وذلك لعدة عوامل، منها جودة الهاتف من خلال التصميم والخدمات التي يقدمها. ودائماً ما تسعى آيفون إلى إحداث طفرة في هواتفها وإنتاجيتها، فبعد هواتف آيفون XR وآيفون 8 بلس وآيفون 11 برو التي أحدثت طفرة نوعية في مجال المعلومات والهواتف، جاء الدور على آيفون 12 الذي من المنتظر أن يكون من أقوى هواتف سنة 2020 من جميع النواحي، وهو آيفون 12 بلس. بالنسبة لمواصفات آيفون 12، واحد، الهيكل، وهو إطار من الألمونيوم وواجهة أمامية من الزجاج لمقاومة الماء والغبار. 2، الشاشة بمقاس 6.4 بوصة وبدقة 2688x1242 بيكسل من نوع سوبر ريتينا أوليد، وتدعم كل من دولبي فيجن وتدرج اللون الواسع واللمس ثلاثي الأبعاد ونغمة حقيقية و HDR10. 3، نظام التشغيل، ويعمل بنظام تشغيل iOS 14. 4، مجموعة الشرائح. من أهم مواصفات آيفون 12 أنه يعمل بواسطة معالج A14 بيونيك من أبل بدقة تصنيع 7 نانومتر بلس المعالج سداسي الأنوية، ويضم وحدة معالجة رسومات أبل GPU. 5، الذاكرة، متوفر منه 3 إصدارات جميعهم يعمل بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 512 و256 و128 جيجا بايت. 6، البطارية، 3046 ملي أمبير مع ميزة الشحن السريع بقوة 18 واط، ويدعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي. 7، متفرقات، يضم مستشعر للتعرف على الوجه ومكبرات صوت استيريو وخدمات الدفع الإلكتروني ومقاوم للماء والغبار. بالنسبة لمميزات آيفون 12، 1، تصميم مميز لا يختلف كثيرا عن تصميمات أبل السابقة، ولكن هناك تطوير في النتوء الذي لم يتم تطويره منذ فترة كبيرة. الآن النتوء بات أصغر من السابق، ولكن ما زال كبير مقارنة بالهواتف الرائدة من الشركات الأخرى. 2، الشاحن السريع، يأتي في العلبة الآن حيث أنه كان عليك شراء الشاحن السريع بشكل منفصل. 3، الصوت، يدعم تقنية دولبي أتموز بالإضافة إلى دولبي ديجيتال بلس. 4، من أهم مميزات آيفون 12 أنه مقاوم للماء والغبار، ويأتي بشهادة IP68 ويصل إلى عمق 4 أمتار تحت الماء لمدة 30 دقيقة. 5، يحمل تحسينات على الكاميرات على العام الماضي، هناك أيضا تطوير في وضع نايت مود لالتقاط صورة مميزة في الإضاءة الخافتة. 6، الشاشة سوبر ريتينا XDR OLED بمعدل كثافة 409 بكسل في البوصة، تمنحك سطوع أكثر من ممتاز في مختلف ظروف الإضاءة حتى تحت أشعة الشمس. سعر هاتف آيفون 12 في مصر 17350 جنيه. وبكده نكون اتكلمنا عن أحدث إصدار لآيفون آيفون 12. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعملوا إعجاب ومشاركة علشان يوصل لكل الناس علشان يستفيدوا، وتابعونا على الموقع الرسمي للقناة على جوجل، والرابط هتلاقوه أسفل الفيديو. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.